السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فاتح الشهية للمعاهد الفنية. النهاردة هوريكم جهاز اسمه الديا سيرم. الجهاز ده بيستخدم في غرفة العمليات، وهنقول ونشرح وهنقول أجزائه وأسماء أجزائه، ويا رب تكونوا استفدتوا. وبنعرف لان احنا كل فيديو هنعرفكم على جهاز وأجزاء الجهاز بتاعه وايه فايدته. تمام، ركزوا معايا. يبقى اسم الجهاز ديا سيرمي، جهاز يستخدم في غرفة العمليات. تمام، نخش بقى على أجزاء الجهاز. الجزء ده اسمه مونو بولر. السوكت بتاعه اللي بيدخل في الجهاز بيكون ثلاثي، تمام، زي ما انتم شايفين في الصورة. الجزء ده اسمه باي بولر. باي بولر يعني عبارة عن حاجة ثابتة وحاجة تانية بغير فيها، بركب فيها الأجزاء اللي هي موجودة في الصورة دي. تمام. الجزء اللي بعد كده ده الارضي اللي هو بنكفت بيه الدايره. تمام، ده الارضي شكله على الطبيعه وشكله في الكتب. تمام، وده اسمه فوت سويتش، يعني مفتاح. انت بقى نضغط عليه بالرجل لغايه عشان اعمل قط وكوج، يعني بقطع وبلحم. القط اللي هو اللون الاصفر والكوج اللي هو اللون الازرق. تمام، ده لا اما اعمله برجلي لا اما اعمله من عن طريق الايد. تمام، عن طريق المونوبولر او باي بولر. يا رب تكونوا استفدتوا بهذه سلسلة الفيديوهات اللي انا بعرفكم بيها على الاجهزة الطبية. ودوس لايك واعمل كومنت عشان نكمل في هذه السلسلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.